ارتفاع الأسعار في رمضان وعادات الاستهلاك، المواطن المقدسي وأزمة فقدان الهوية. خليل الرحمن تستقبل الشهر الفضيل بأوضاع اقتصادية صعبة. طلبة الثانوية العامة هموم على أبواب الجامعة. أجرة المواصلات هل وازنت بين السائق والمواطن؟ وتعرفوا معنا على مقام بنات النبي يعقوب في بلدة أرتاح. ارتفاع حاد بالأسواق الفلسطينية للمواد الأساسية، وباقتراب شهر رمضان المبارك يتزايد ارتفاعها رغم انقطاع رواتب الموظفين. يعني التجار بيستغلوها اللي هم تبعين جملة، بيستغلوها بارتفاع بدل ما ينزلوها. يعني تعالي على المخلل اللي هو يعني مفروض يكون ثانوي، كان 50 هلا صار 60 الكرتوني. ليش؟ أي حاجة. وأشياء السكر كان 40 هسه صار 45، فأشياء كثيرة أساسية وغير أساسية قاعدة بترتفع، وهيك يعني بدون أي سبب. المستهلك هو المتضرر الأول من هذه الارتفاعات، لا سيما وأن الغلاء صعب يقدر بنسبة 15% يشهده الشارع الفلسطيني. مش أي ارتفاع ملحوظ ولا أي شيء، إذا ارتفع شغلات بس بترتفع من المصادر. من هذا السكر كنا لك والرز، هاي بيقول إنه ارتفعت ما ارتفعت، إذا ارتفعت بس بيكون من المصدر، مصدر الأم. والسكر زي ما قلت لك أسعار بورصة، يوم فوق ويوم تحت، ما لوش علاقة في جاية رمضان بالمرة، ما فيش أي تأثير يعني. وردا على اتهامات المستهلكين وتقاعس الرقابة عن القيام بمهامها، كان لوزارة الاقتصاد رأي آخر. صحيح بالنسبة للأسعار، الأسعار إحنا السوق مفتوح، والأسعار بالنسبة للسكر هو يشهد ارتفاع على مستوى البورصة العالمية. يعني إحنا كسلطة ما بنقدرش نتحكم فيه ولا بنقدر، ولا في أي دعم للسكر ولا للمواد الأساسية بشكل عام، لأنه إحنا سوق مفتوح. بالنسبة للرز، أسعار الرز بعتقد إنها بانخفاض، والسبب إنه في كميات كبيرة في الأسواق العالمية، وقاعدين الشركات الكبرى بيقدموا عروض، وفي مطاحنات كبيرة بين الشركات الكبيرة، لذلك بنشهد في انخفاض بأسعار الرز في جميع المحافظات الوطن. إن ارتفاع بعض المواد التموينية الأساسية للمستهلك هو عالمي على المستوى المحلي، ويبقى الارتفاع كما هو، لا يرافقه انخفاض مهما حصل. نانا أبو عبيد لتلفزيون جنين المركزي. لم يكن عبثاً تنقل محمود حجيج والمدعو أبو صلاح في ذكريات حياته الصعبة التي بدأها في مدينة القدس، وبالتحديد في حي الشيخ جراح منذ العام 56. هذه الذكريات التي خبأت في طيات صفحاتها تفاصيل دقيقة لم نسمع منها إلا التعب والتهديد بالترحيل من الأراضي المقدسة. فوجئنا بسنة 1972 بجمعية استيطانية يهودية بتبلغنا إنه إحنا قاعدين في أرض ملكهم، ولازم نهد البيوت وننظف الأرض وندفع لهم تعويض عن 19 سنة كنا عايشين فيها من 56 ل 72. فبهذاك الوقت اتجهنا للقضاء، وللأسف بهذاك الوقت ما كانش في محاميين فلسطينيين مرخصين للعمل، فالتجأنا لمحامي يهودي اسمه توسيا كوهن، وسلمنا القضية على أساس الرافع يدافع عنا يعني. وللأسف عقد معهم صفقة
بسنة 1982 على أساس أنه إحنا مستأجرين محميين عندهم. ومن هذاك الوقت ولهذا لغاية الوقت إحنا بال 2011 وهن بيحاولوا يعتمدوا على القرارين هذول أنه إحنا مستأجرين محميين عندهم ولازم نخلي الأرض وندفع أجار السنوات الماضية ونخلي الموقع. أبو صلاح اضطر لترك بيته ومدينته والسفر لأمريكا منذ العام 92، وذلك بسبب ظروف قاهرة جعلته يتغيب 5 سنوات عن عائلته ليعود بعدها ويجد بانتظاره ما لم يكن بالحسبان. أنا أحد الأشخاص اللي سحبت هويتي لأني كنت أسافر لأمريكا وأعمل في أمريكا وأعيش أعين أهلي وأعين إخوتي ووالدتي المريضة وأختي المريضة في القدس الشرقية. وبعد 5 سنين عدت للقدس زيارة وحاولت تجديد هويتي والوثيقة السفر الإسرائيلية، فقالوا لي إنه أنت ممنوع تجددها. محمود حجاج أصبح الآن سجيناً داخل أسوار بيته، وتهديده بأن يصبح مواطن بلا هوية في مدينة القدس جعله يخسر كل ما حاول أن يبنيه خلال السنوات الماضية. أمريكا الحمد لله علي من الله، خسرت ما فوقي وتحتي، خسرت بيتي، كان عندي بيت راح في الأوكشن، مرتي خسرتها، شغلي خسرته، سيارتي خسرتها، فرجعت من أمريكا بعد 16 سنة بس بحقيبة يدي وملابس الصيفية. قصة محمود حجاج هي واحدة من آلاف القصص التي يعاني منها معظم المقدسيين الفلسطينيين المهددين بسحب بطاقتهم الزرقاء والتي تعطيهم حق الإقامة في القدس المحتلة ضمن سياسات ممنهجة تتبعها إسرائيل في سبيل تهويد المدينة. وصل التمادي فيما يسمى بالولاء، طلب الولاء، يعني هذا كمان يمكن لأول مرة بالتاريخ احتلال بطلب من المحتل الولاء لإله، وهاي يعني أكثر بدعة حديثة استعملت لسحب الهويات. هذه السياسة التي يتبعها الاحتلال هي إحدى الوسائل المعتمدة لدى إسرائيل في سبيل خلق واقع يكون فيه اليهود النسبة الغالبة في المدينة المقدسة. حسب ما عم بيعلنوا إبقاء أقل من 80,000 فلسطيني في القدس بما يسمى بحدود البلدية، والوصول ل 500,000 مستوطن في القدس، بمعنى يعني إخراج أكثر من 200,000 فلسطيني وجلب حوالي 300,000 مستوطن على أراضي 67. وإحنا عم نشوف إنه من ناحية يعني وقائع على الأرض فعلاً عم بيحاولوا يخلقوا وقائع جديدة على الأرض، سواء في قضية المستوطنات وتمددها وتحت ادعاءات مختلفة إن هناك حاجة سكانية وإلى آخره، عم بصير نوع من ربط المستوطنات في بعض. يعني عم نسمع إحنا آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية اللي عم يعلن عنها كل يوم والتاني، حتى وصلت يعني أرقام خيالية، وصلت لأكثر من 50,000 وحدة سكنية. سحب الهويات المقدسية من المواطنين الفلسطينيين المقدسيين ليست أقل من عملية تهجير منظمة تستهدف بالأساس تفريغ المدينة من سكانها ضمن مخطط يرمي إلى تهويد القدس وطمس هويتها الأصلية. لتلفزيون القدس التربوي نهاد حجازي، مدينة القدس. مع بداية العد التنازلي لبزوغ هلال شهر رمضان المبارك، وفي ظل استعدادات المواطنين لاستقبال عام دراسي جديد في المدارس والجامعات الفلسطينية، حركة اقتصادية نشطة تشهدها أسواق مدينة الخليل في هذه الأيام تبدو للمتجول في أسواق المدينة، إلا أن تأخر صرف رواتب أكثر من 150,000 موظف في القطاع الحكومي ألقت بظلالها على هذه الحركة. بالنسبة للوضع الاقتصادي مش طبيعي، لأنه الموظف ما قبض، وفي نفس الوقت في عبء على المواطن إنه في جاي 3 مواسم، في موسم رمضان
وفي عندك موسم المدارس وفي عندك موسم الأعياد. استعدادات التجار لتوفير ما يطلبه المواطن الفلسطيني في الشهر الفضيل تواصلت في الأيام القليلة الماضية، لكنهم يؤكدون أن الوضع الاقتصادي الذي تعيشه الأراضي الفلسطينية صعب إلى حد أن المواطن لا يطلب إلا السلع الأساسية التي لا يستطيع الاستغناء عنها في الموائد الرمضانية. في إقبال بس يعني خف من زي ما تقول من باقي ياخدوا 50-70% 80% صار هيك 30% 40%، يعني بس الصنف العايز الضروري ضروري ياخدوا. الناس كلها بتستعد للشهر المبارك الفضيل، سواء بشراء الحاجيات الأساسية. طبعا كانوا أيام قديما يعني الكماليات أكثر من الأساسيات، اليوم بيهتموا بالأساسيات لأوضاع، يعني أنت عارف شو الأوضاع الموجودة عندنا. المواطنون الفلسطينيون طغت عليهم مشاعر ممزوجة بالفرحة لاستقبال الضيف الكريم والتخوف من عدم مقدرتهم على توفير مستلزمات هذا الشهر في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعانون منها بسبب ارتفاع أسعار بعض السلع وتأخر رواتب الموظفين، فقد أضحت حالتهم الاقتصادية لا تبشر بخير. الأسعار شوي مرتفعة لأنه أصلاً كل الوضع الاقتصادي في حالة ارتفاع. مفهوم الناس عن رمضان للأسف أنه شهر الأكل، هذا الحكي وارد انه كل يوم طبخه وكل يوم شيء جديد، فبكون في نوع من الهلع على الاكل والشرب. اذن ياتي رمضان في هذا العام والمواطن الفلسطيني يعيش اوضاعا اقتصاديه لا تسر عدوا ولا صديق، بخاصه مع استمرار ازمه موظفي القطاع العام. بعد الركود الاقتصادي الذي كان يسود اسواق مدينه الخليل، حركه تجاريه نشطه تشهدها اسواق ومحال مدينه الخليل التجاريه، الا ان تاخر صرف الرواتب حال دون نزول الكثيرين الى الاسواق. من مدينه الخليل، حمزه السلايمه، تلفزيون القدس. حوالي 89 ألف طالب وطالبة ترقبوا صدور علامات امتحان الثانوية العامة، 51 ألف كان عدد الناجحين منهم. هذه العلامات ستقرر مصير حياتهم الأكاديمية، خاصة أن أغلبية الجامعات الفلسطينية تعتمد معيار علامة الطالب في الثانوية العامة كمعيار وحيد في القبول. معايير القبول في جامعة بلجات لهذا العام تعتمد على امتحان الثانوية العامة ونتيجته فقط. عملية القبول خلينا نقول في كل الجامعات يجب أن تتم خلال أسبوعين أو ثلاثة. خلال أسبوعين أو ثلاثة هاي لابد لا يوجد معيار آخر تستطيع الجامعات أن تقوم فيه. أنا بالنسبة لي جبت 91.18، كان طموحيتي إني أدخل الطب، والطب بده معدل 98 و97. أنا بالنسبة لوضعي بالمدرسة كنت عارف إني رح أجيب 96 97 بكل أريحية، فلما جبت زي هيك خلص حولت عن طب ودخلت دكتور صيدلي. من جهتها دعت وزارة التربية والتعليم العالي الجامعات لاتباع معايير أخرى في القبول بالإضافة لعلامة الطالب في امتحان الثانوية العامة، ورأت أن مسألة سياسات القبول المتبعة في الجامعات الفلسطينية تقع ضمن مسؤوليات مجلس التعليم العالي. مجلس التعليم العالي الفلسطيني هو يضع سياسة القبول في الجامعات الفلسطينية، بالإضافة إحنا كوزارة بننفذها هذه السياسة. بإمكانه يعني مجلس التعليم العالي بالتنسيق بين الجامعات الفلسطينية بإمكانهم يعتمدوا نظام غير النظام الامتحان الثانوي العام. إحنا في الوزارة لا نعارض ذلك. مما لا شك فيه أن هيكلية مجلس التعليم العالي والتي تتشكل من 12 رئيس جامعة من مجمل عدد الأعضاء البالغ 20 تجعل أولويات رؤساء الجامعات تطغى على أجندة المجلس، وهو ما يعيق إمكانية مناقشة قضايا جوهرية تمس واقع التعليم العالي في فلسطين. فبدلاً من الاهتمام بمصلحة الطالب يصب الاهتمام في مصلحة إدارات الجامعات المختلفة. أعتقد وهذا شيء يعني سبق نوقش في دهاليز وأروقة مجلس التعليم العالي أنه لابد من إعادة النظر في طبيعة تشكيل مجلس التعليم العالي. يجب أن يعطي الوقت الكافي في جدول أعمال ومجلس التعليم العالي لموضوع إصلاح مسألة التعليم العالي وموضوع القبول وموضوع إيجاد معايير أخرى. وزارة
التربية والتعليم العالي تعزو مشكلة معايير القبول في الجامعات لمجلس التعليم العالي، ومجلس التعليم العالي منشغل بقضايا رؤساء الجامعات. إذن من هي الجهة المسؤولة عن النهوض بواقع التعليم العالي؟ نبال فرسخ، قناة وطن الفضائية. حالة من التذمر سادت بين المواطنين الفلسطينيين احتجاجا على اشتعال أسعار المواصلات في كافة خطوط الضفة الغربية، وما يرافق ذلك من تكاليف باهظة يتعين على قطاعات بائسة أن تتحملها، ولا سيما الطلاب والموظفين والعمال، وهي الفئات التي تشكل غالبية الشعب الفلسطيني. طبعا أسعار المواصلات غالية، ولأن احنا في عندنا مشكلة. أول شيء انقطاع رواتب، بدفع بالشهر 1050 شيكل من بيت لحم لهنا، 1100 شيكل. والله انا ما بيرضيني 400-500 شيكل. من وين العدد؟ من الخيل السموة الى رام الله. انا الي كل اسبوعين مراجعه في المستشفى، فهي سبب ندفع 36 شيكل من السموة الى رام الله. احنا اجينا فرد 300 شيكل اخذ منه. بنحب انه تكون السلطه تراقب الاسعار بشكل منظم حتى ما يكون في غلاء على المواطنين. السائقون بدورهم حملوا السلطة الفلسطينية ووزارة المواصلات مسؤولية ارتفاع الأسعار من خلال رفعها لأسعار الوقود، الأمر الذي يجعل بعضهم يوصل الليل بالنهار من العمل حتى يتمكن من انتزاع قوت عياله. المفروض أنه التاكسي العمومي بشكل عام يبقى مدعوم من السلطة، مدعوم لحاله قطاع خاص، لأن هذا قطاع نقل خاص بالمواطنين، لازم يبقى مدعوم من السلطة على أساس أنه أنا بدي أغلي على مين؟ بغلي على الطالب؟ ما هو طالب، وعلى الموظف، ما الموظف مش كابر. فالمفروض انه هالسلطه تدعم الصدر بالذات. حاليا 6 شيكل ونص تقريبا، يعني 6 شيكل 30 اجوره، فكان الصدر قبل 10 سنين شيكلين يعني، فشيء طبيعي ان السعر يرتفع، يعني سعر الاجار يعني عاد عن الامور الثانيه اللي ندفعها احنا كضريبه وترخيص وتامين وقطع وتصليح واجار مجمع. اما وزاره المواصلات والتي كانت اصابع الاتهام تتجه صوبها، فقد ألقت بدورها بالكرة في ملعب هيئة البترول التي تبيع الوقود بأكثر من ضعفي التكلفة، ومع ذلك فقد أكدت أن الأسعار مناسبة ومعتدلة وفي متناول الجميع. ووضعنا تسعيرة تلائم يعني التكلفة التشغيلية بالحد الأدنى، على فكرة مش بالحد المتوسط أو الأعلى، بالحد الأدنى، وبناء على ذلك وضعنا التسعيرة للمواطنين. فإذا كانت التسعيرة منخفضة قليلا السائقين يشتكون، وإذا كان المرتفع قليلا المواطن يشتكي. فطبعا احنا يعني بنوفق بين احتياجات المواطن واحتياجات السائق، وهو في الاخر مواطن يعني، ونضع تسعيرة يعني معتدلة نوعا ما. المواصلات عصب حياة للمواطنين في الأراضي الفلسطينية، لكن اشتعال أسعارها يثقل كاهل قطاعات عدة كالطلاب والموظفين او حتى السائقين انفسهم. اسلام حلقة، قناة وطن الفضائية، رام الله. إلى الجنوب من مدينة تول كرم على بعد كيلومترين تتربع على رأس هضبة مرتفعة قرية ارتاح. يقال إنه في هذا المكان رد ليعقوب عليه الصلاة والسلام بصره عندما وضع أبنائه على رأس القميص، فارتد إليه بصره فارتاح من العناء، فمن هنا جاء اسم ارتاح. ارتاح أي يعقوب عليه الصلاة والسلام ارتاح من العمى وقلة البصر. خربة ارتاح تتميز بضمها العديد من الآثار التاريخية، ومقام بنات يعقوب إحدى هذه المعالم التاريخية، إذ يرجع تشييد هذا المقام إلى زمن الرومان ويزيد عمره عن 4000 سنة. يعقوب ليس له إلا بنت واحدة، ولكن أنت تعلمين أن العوام والناس دائما يحرفون ويزيدون في الرواية. هي مقام يعقوب، ولكن البعض يقول مقام بنات يعقوب وبنات يعقوب السبع وبنات يعقوب العشرة. عموما هو تحريف عن الرواية الأصلية، الاسم هو مقام يعقوب عليه الصلاة والسلام. يتكون مقام يعقوب من مغارة كبيرة تشتم رائحة قدمها حين تدخلها، وقباب منقوشة بكتابات إسلامية
كما تحوي في داخلها نوافذ صغيرة كانت تستخدم قديما لدخول الشمس. مكانة تاريخية ودينية تضفيان على هذا المكان، بدءا من تشييد الرومان له ومرور يعقوب عليه السلام، حتى أصبح اليوم متنزها ومعلما سياحيا يرتاده الزوار من جميع الأماكن. وفاء زيدان، تلفزيون الفجر الجديد، طول كرم.